بحضور أهل الفن والإعلام احتفلت الفنانة اللبنانية نهوى بإطلاق ألبومها نهوى 2017 واللي كان صدر من عدة أشهر، فحبت تشارك فرحتها فيه مع أهل الإعلام بلقاء مميز جماعة فيهم بأوتيل رويال دبي، وتخللوا مؤتمر صحفي خاص ردت خلاله نهوى على عدد من أسئلة الصحفيين. أول شيء أول ألبوم كان ثلاثة يعني 9 أغاني لون البدوي أول ألبوم، بس مثل ما بتعرفي إنه الفنان مش مفروض يلتزم بلون معين، بيقدر ينوع بالأغاني تبعه. فتاني ألبوم حبينا شوي نغير ما بين الخليجي والمصري، كمان كان في مصري وخليجي وبدوي. كاميرا أغاني أغاني والزميلة جوانا يوسف كانوا التقوا نهوى على هامش المؤتمر اللي اتبعه أيضا عشيء خاص، فعبرت عن فرحتها الكبيرة بهالجمعة مع أهل الإعلام. سعيد كتير إنه عم التقى مع أهل الصحافة، سعيد كتير بوجودك كمان، إن شاء الله هيدا هيك هاللقاء يمكن بيعرفوا أكتر نهوى، بيعرفوا أكتر عن أعمال نهوى والألبوم نهوى 2017. كتار كانوا سألوا نهوى عن سبب تأخيرها بالاحتفال بصدور الألبوم واللي كان صار له فترة بالأسواق اللبنانية والعربية، فهيدا اللي كشفته لقلنا. كنت حابة ينزل أول كليب وتاني كليب للعالم أكتر، تشوف أهل الصحافة يشوفوا أكتر، الكومنتس تبعهم تكون يمكن مبنية على أنه كليبين مصورين أغاني يسمعون أكتر، فمن هذا المنطلق مشينا. وهو أكتر يعني مش أنه احتفال ألبوم، كان هو احتفال أنه وجودي مع أهل الصحافة يتعرفوا علي أكتر، أكتر من أنه لا 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 هدف معين يعني. قالوا يودك وقلب من شاف قلبه، قالوا تأكد وقلب متأكد جفاني. بعض المهتمين بالشؤون الفنية بيعتبروا نهوى مش اخذة حقها بشركة روتانا، بالوقت البعض الآخر بيأكدوا إنها مدللة جدا بالشركة، أما هي فشو بتقول؟ أنا بقول إنه أنا كتير كتير محظوظة إنه أنا بشركة روتانا، وإنه بعد في شركات هالقد شركة مثل شركة روتانا شركة كبيرة قادرة تنتج ألبومات بهالأيام بهالزمن، فسعيدة كتير الحمد لله. المدير التنفيذي للحفلات وإدارة الأعمال بشركة روتانا شربل دومت خبرنا أكثر عن علاقة نهوى بروتانا. نحن اليوم احتفاليتنا بألبوم نهوى كان مفروض ينعمل هذا الشيء قبل، ظروف العمل ما سمحت لهذا الشيء. اليوم الحمد لله عم نجتمع مع أهل الصحافة ببيروت احتفالية لنهوى بمناسبة إطلاق ألبومها وأعمالها. صار عدة أعمال مع روتانا، سواء ألبومين صاروا وكذا سينجل صاروا، فاحتفاليتنا اليوم لتخبر شو عندها نهوى عن هالتجربة اللي اشتغلتها معنا وتوصلكم أكثر وأنتم تتعرفوا عليها أكثر. بالنسبة لنهوى لون اتفقنا عليه من البداية اللي هو لون البنت البدوية العربية واللبنانية يعني، وفي أغاني خليجية بالألبوم الجديد، في أغنيتين يعني خليجيات وحلوين كتير لقوا صدى كتير حلو بالخليج، وفي أغاني مصرية بالألبوم. نهوى اللي بلشت أولى خطواتها مع الفنان وسام الأمير اللي كان الداعم الأكبر إلى بالسابق، لاحظنا عدم وجوده إلى جانبها اليوم، فهل من خلاف بينهم وكيف علاقتها فيه؟ هلأ ما ضروري بكل ألبوم يكون مثلا أنه أخذت بأول ألبوم من وسام الأمير يكون بالتاني وبالتالت وبالرابع. أنا مع الأغنية الحلوة، بعدين بألبوم نهوى 2017 كان في أغنية الله يخليكي يومها من أول ألبوم حطت بالألبوم التاني اللي هلأ حطيتها، فكمان اسمه ستيل موجود يعني بهذا الألبوم. كيف علاقتك في اليوم؟ هو شخص كتير قريب لألي وكتير بحبه وبعزه. معظم الحفلات اللي أحيتها نهوى بالسنوات الأخيرة كانت دايماً برفقة الفنان السعودي رابح صقر، الأمر اللي كنا سألناها عنه. أول شيء شرف كتير كبير لألي أنه غني مع الأستاذ رابح صقر، ثاقبت جمعنا من خلال شركة روتانا بهالحفلات الكبيرة كتير، وإن شاء الله كمان بعد بدل فيها وجودي معه بالحفلات الكبيرة. مدير التسويق بروتانا حبيب رحال تحدث عن طريقة العمل مع نهوى اللي تميزت من بدايتها باللون الخليجي والبدوي. كان في تشالنج انه نزلنا الألبوم ودغري معه نزلنا كليبين، والتشالنج هو انه وين نبلش الأول جاذرينج للصحافة لنعرفهم على نهوى أكتر in person، لأنه نهوى وقت تشوفيها عن قريب بتعرفي عندها خامة صوت حلوة كتير، وحبيت انه ما ياخذوا الفكره الصحافه انه هذا السيدي مسجل ويمكن هي صوتها مش حلو او حلو، قلنا بنعرفهم عليها وشي كان بروف وتفرج انها لقى عندها ريل تالنت. نهوى موهبه فنيه شابه بتتميز بخامه صوت حلوه وهويه جديده بخلطه بدويه خليجيه مميزه، على امل عبر هالالبوم والاعمال الجايه تقدر نهوى تحقق انتجار فعلي وحقيقي. I'm
بدك